حياكم الله أعزائنا المشاهدين إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم بيت القصيد، ولكن بحلة جديدة وإطلالة متجددة مع الشاعر أنس الدغيم من سوريا الذي هو باكورة هذه الصورة المتجددة معكم من قناة الرافدين. في برنامجكم بيت القصيد نسلط الضوء على تجارب شعرية رفضت أن تستكين أمام الظلم والظالمين، وأرادت أن تكون بصوتها رصاصة في صدر كل ظالم، وأن تكون المنبر الذي يسعى إلى حمل رسالة الخير والحب والسلام، يفتح نوافذ من أمل أمام كثيرين من الضحايا والمعذبين، ويقول إن الغد يحمل البشارة وإن النصر آت لا محالة. هي رسالة الحب والسلام والتفاؤل والأمل واليقين قبل كل ذلك بالله، بأن الغد يحمل النصر والسعادة والبشائر. أهلا بك أستاذ أنس الدغيم من سوريا، شاعرا قديرا، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. حياك الله أستاذ مصطفى، وتحياتي لكل من يتابعنا الآن ولقناتكم الكريمة. من جديد تستضيفك الرافدين ولنا فخر في ذلك أستاذ أنس، وأنت باكورة هذه الحلة الجديدة التي نطل على مشاهدينا من خلالها في بيت القصيد، ونريد منك الجديد الذي ربما لم يستمع إليه جمهورك من العراقيين. قبل أن نذهب إلى أي موضوع ندخل إلى الشعر مباشرة، اقرأ ما تحب. قل لا، فما أحلاك حين تقولها فردا وتكفر بالطغاة بأجمعك. لا يسكن الرحمن قلبك مرة ما لم يعش سلطانه في أضلعك. الله. هذه الأبيات هي التي تمثل منهجي في الشعر، ما دمت قد تكلمت عن مواجهة الطغاة والمستبدين. أكيد. ومنها أنطلق في آفاق الشعر لأحمل رسالتي التي أؤمن بها. ما بين العراقي وسوريا والقاهرة وهذه الحضارات العربية الثلاث التي انعاد لها مجدها وسؤدودها، عادت للأمة هيبتها. حينما يتفكر الشاعر أنس الدغيم بهذه العواصم الثلاثة، إلى أين يذهب؟ الحقيقة لا بد للشاعر المؤمن برسالته وصاحب القضية أن يتوزع على هذه المدن، نعم، على هذه الحواضر. وأنا دائما أقدم نفسي بأبيات ربما هي كانت بسيطة ولكن تمثلني. عندما أقول قلبي دمشقي فأنا أؤمن بماذا أقول. نعم. قلبي دمشقي ولبنانية عيناي، والحب القديم عراقي، والطين مكي ومصري الهوى كجمال وادي النيل في الأحداق. الله. إني الفلسطيني حتى العظم، حتى القدس، حتى غزة العشاق. الله الله. والروح بين جوانحي يمنية حيث الندى ومكارم الأخلاق. من هال عمان وقهوة مسقط حملت هذا الحب في الأعماق. لي في ذرى تطوان قلب عاشق رفقا به يا مغرب الأشواق. ألبست حب القيروان وشعرها وتعمدت في ليبيا أوراقي، وقرأت في السودان ألف قصيدة مكتوبة بمدامع ومآقي. مكتوبة بمدامع، نعم، ومآقي. نريد أن نتحدث عن فرضية: الضعفاء يجبنون، البسطاء ربما يجبنون، لكن أن تجد شاعرا يرفض أن يقف إلى جانب الحق، كيف نصنفه وماذا نسميه؟ الحقيقة هو مخاتل. الله سبحانه وتعالى وصفهم جميعهم بالشعراء، نعم، فقال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذن كل هذه الفئات
نطلق عليهم أسماء أو وصفة الشعراء، لكن الاستثناء لشرط انتصروا من بعد ما ظلموا. نعم، هذا هو حمل القضية. نعم، وهذا هو تماما الابتعاد عن خيانة الرسالة الموكلة إلى الشاعر الحر. لذلك انطلقت من البيتين، وأنا دائما أقول شكرا للثورة أو لربيع عربي أعطاني مترا من تراب لأقف عليه وأقول للظالم لا. وعلى الشعراء أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. مثلا أنا شخصيا ما قبل الربيع العربي كنت أكتب على هذا النهج. نعم. تماما، حتى أذكر في قصيدة لي عن غزة وهي في 2008 حرب الفرقان. نعم. التي سميت كذلك، قلت وأما بعد إن يك بعد بعد فقلبي أمة وهواك فرد، وأختصر المسافة بين قلبي ومجلى لاحظيك، فأستبد بكل الشعر أجعله كضوء يغيب وأنت قبلته فيبدو، وأعلن أنني بحر انتماء فيبحر في قحطان وأزد. الله. كذلك كنت حين قريش كانت وكان لنا خيام كان مجد، فيغضب حين أغضب هاشمي وينجدني إذا ناديت معد، وحين تصيح وانجدا هشام تلبيها بيا لبيك نجد، فكيف اليوم يضربني عدوي وأنت أخي تراه ولا تصد، وكيف تكون يا ملكا طليقا وتاجك ساقط والقلب عبد، وكيف يكون معتصما إذا لم يجب هندا وقيد الأسر هند. الله. فيا عشرين عرشا من حرام تداس فلا تصد ولا ترد، نيام حين يدعى للمعالي قيام إن دعا كأس ونهد، وجوه لم يزرها المجد يوما وليس لعهرها الرسمي حد، فلا سمعا ولا طوعا لعرش إذا من كان فوق العرش وغد، فلا سمعا ولا طوعا لعرش إذا من كان فوق العرش وغد. هذه كتبتها قبل الثورة والربيع العربي. لم أغير نهجي، ولكن على هذا أقول بأن الثورة فتحت لي آفاقا، بوابتها هي الحرية لأقول ما أريد وما أنا مقتنع به ومؤمن به. باعتقادك ورؤيتك العاطفية تجاه سوريا التي تحب والأمة التي تحمل قضيتها، أستاذ أنس، هل التراب سيغفر للمتخاذلين حال عادت شمسه واسترد حريته؟ التاريخ لا يغفر، ستظل في ذاكرة الشعوب أن هناك من حمل همومها وناضل من أجل حريتها ورفع السقف حتى لا يظل هناك سقف ولتعيش الشعوب حرة أبية، وسيذكر التاريخ كذلك. نعم. أن هناك من خذل الشعوب ومن أراد بها أن تستكين وأن تخلد إلى الأرض وخانها عندما احتاجته. نعم، لكن عن شيء من الإنصاف، عن شيء من الإنصاف لهؤلاء الثوار، لهؤلاء الذين قدموا، الذين بذلوا للأم التي فقدت ابنها، للرجل الذي يعني صدق ثورته فوقف إلى جانب فرسانها، شيء من الإنصاف أن يجدوه في حياتهم لا فقط في التاريخ. قد يقول قائل هناك طالب فرنسي كان يجلس على شرفة منزله في شارع الشانزليزيه وهو من أشهر شوارع باريس. نعم. كان يكتب أطروحة الماجستير في نقد الحكومة الفرنسية. من خلال المراجع التي كان يقرأها قرأ شيئا عن جده الذي كان من المشاركين في الثورة الفرنسية. ماذا يقول جده؟ ليتنا لم نخرج في هذه الثورة. لماذا؟ هو عاصر الألم والتعب كما نعاصره الآن، ولكن ما كان ليكون حفيده بهذه القوة وهو يحتسي فنجان القهوة وينتقد الحكومة الفرنسية لو لم يكن هناك من سبقه بالتضحية. لذلك نحن لا نقوم فقط بالثورات لنرى النتائج على عيوننا، ولكن من أجل أجيالنا. يعني نحن في الروح شيء من رجاء أن تراها حرة أمام عيني. أكيد. تتوقع أن يكون قريبا؟ إن شاء الله نراه قريبا ويرونه بعيدا. الأمل الطغاة يرونه بعيدا.
الأمل له مرتكز أستاذ أنس، هل هناك من مرتكزات تستشرفها، تتنبأ بها، تتمناها؟ الشواهد التي نراها أمامنا أوشك طغاة العرب على أن يحتفلوا بخلق الربيع العربي وأن يشربوا نخب انتصاراتهم على جثته. فتجدد الأمل في السودان والجزائر، وسيتجدد إلى أن يجتث كل الطغاة. مرتكزاتنا ما نراه. إلى قصيدة أخرى تجتث كل الطغاة، واسمح لي أن أطلب منك قصيدة في هذا المضمون، قصيدة تجتث من خلالها الطغاة، تفضل. لست احتمالا ولا نسيا ولست سدى، أنا وأنت دم يستعمر الجسد، وموقنان بأن الأرض من خشب إن لم تكن أنت فيها أو أكن بلدا، وأن ما كان مما كان من دمنا يا أنت يوم التقى الجمعان محض هدى، وأننا لم نكن يوما هواة دم لكن هويناه حتى لا يضيع سدى. كنا معا حين كان الغار يجمعنا، وقلت لا يحزن القلب الذي اعتقد، وأننا لم نكن يوما هواة دم لكن هويناه حتى لا يضيع سدى. يعني أحدهم قال لي، وأعتقد هنا في هذه القناة يقولون أنكم الشعراء تعيشون على الدماء، فقلت لا، وأننا لم نكن يوما هواة دم لكن هويناه حتى لا يضيع سدى. كنا معا حين كان الغار يجمعنا، وقلت لا يحزن القلب الذي اعتقد، زملته بيقين الأنبياء إلى أن ضمه الماء بعد الماء فابتردا. وكان في الغار ميلاد لأسئلة، وكانت الساعة المثلى لأن نفدا في ذروة الجبل الفضي، قلت لقد آن الفضاء لقلبينا، فغمت ندى شكرا لمن مر لم يؤبه به وله، وواجه الموت عند الموت منفردا. شكرا لمن مر لم يؤبه به وله، وواجه الموت عند الموت منفردا. في الجنة البكر لي تفاحة ولها، لو أنها نسيتني لم أعش أبدا، ولا حملت لهذا الكون أو حملت قلوبنا الحب والتفاح والبرد. جئنا فعلمت الأشجار لوعتنا وغنت الطير إلا واحدا مردا، لأنني أنا لم يسجد ولم أره في الساجدين، وطيني ضاء واتقد. مذ فارت النور هذا الكون، قمت إلى بحري أشد عليه اللوح والوتد. في ساعة البدء كان البحر مجتمعا، ناديته يا بني اركب فما رشدا، لا يعصم الجبل الجودي وافده ما لم يكن بحبال الله معتضدا. الله الله. إني أنا البحر والربان، من ركبوا سيولدون غدا أو يكبرون غدا، سيزرعون بأرض الشام غيمتهم ويقرؤون وجوه السادة الشهداء، ويقرؤون هنا كانوا هنا هتفوا هنا أريقوا دما كي يزهروا بردا. لا شيء يشبه موتا باذقا عطرا، لا شيء يقلق طاغوتا كأن تلدا. هذه السلاسل لم يضرب لها زرد، لو كان في الأرض من لا يقبل الزردا، والله ما حمد المولى بمثل دم يراق حتى ترى حرا ولا عبدا. والله ما حمد المولى مولى بمثل دم يراق حتى ترى حرا ولا عبدا. لا أكتب الشعر، إن الشعر يكتبني، فحين تقرأ شعري تقرأ الكبدا. الله. أنا الموزع في أوجاع خارطة
تمتد حتى إلى أن لا يظل مدى. هناك عند حدود الصين أزرعني قمحا ليأكلني في الغرب من فقدا. قلبي مشاع لكل النازلين به كأنه والد الدنيا وما ولدا. لو أن شاة بأقصى الأرض قد عثرت سئلت عنها وذابت أضلعي كمدا. ومنذ قدمت للرحمن سنبلة جعلت قلبي لكل الطاعمين فدا. الله. فإن مددت يدا نحوي لتقتلني كففت عنك لنحيا سالمين يدا. قسمت قلبي على مليار مئذنة فحيثما أذنت أجزاؤه سجد. الله الله. قسمت قلبي على مليار مئذنة فحيثما أذنت أجزاؤه سجد. ما أجمل هذا المختتم أستاذ أنس. دعنا نتحدث في مسألة فكرية إلى حد ما. ما الذي ينقص أبناء أمتنا بحق حتى يدلفوا إلى باب الفجر من جديد وتتحقق نبوءة الأمل؟ ما الذي ينقصنا؟ الحرية. وما أزال مصرا على أن هذا ما ينقص لكي نرى أنفسنا على بوابة التاريخ من جديد. أقصد التاريخ المشرق. نحن عانينا وما نزال نعاني من الاستبداد، ولذلك فإن الطغاة والعالم لا يريدون لك أن تكون حرا، لأنك ستبدع، لأنك ستغير وجه التاريخ والعالم. ما أزال مصرا على أن الحرية هي زادنا إلى هذه الرحلة الطويلة. وبدون أن نكون أحرارا لا يمكن أن نقدم للعالم شيئا. أنا دائما أقول لهم في قصيدة لي عن القدس: كانت مطران لي ولك القوافي الماطرة، والشعر بينهما يكابد شاعرة، غضبي وقلبي يكتبان قصائدي، والموت بينهما يعد ذخائرة. الله. ورغيف خبز لا يصالح قاتلا يكفي لتشتعل المعاني الشاعرة. شكرا لطفل لم يعاصرنا. أقول شكرا. حاصر حصارك، كل طفل فيه من ألق القصيدة ألف عين طاهرة. الله. ما أجمل هذا المعنى. في القصيدة أقول بما معناه أشكر الطفل الذي لم يعرف. شكرا لطفل لم يعاصرنا ولم يعرف نعم. شكرا لدون العاشرة. شكرا لطفل لم يعاصرنا ولم يعرف نعم. شكرا لدون العاشرة. الله الله. لم يعرف نعم الذليلة التي تربينا عليها. نعم للمستبد، نعم للطغاة. ولذلك أقول في قصيدة أخرى: سنظل رغم الجرح نعلن ضوءنا، إما الشهادة أو تعز حياته. الله. ويظل طفل دون عشر واقفا من حوله تتقزم القامات. الله. يشدو ويكتب فوق جدران المنى أحلامنا وتقاتل الكلمات. حسبي بأن الله يمهل ظالما والظلم في ميزانه ظلمات. سيحارب القرآن آخر أهله ويحارب الإنجيل والتوراة. سيحارب القرآن آخر أهله للظلم ويحارب الإنجيل والقرآن والتوراة. أتمنى أن تتحقق نبوءة الحب والخير وأن يعود لهذه الأمة السؤدد، فقد وقفت أو للأسف لا تزال في قاع جب. نعم. سحيق. الوجع الممتد على هذه الخريطة لا تفرق بين وجع سوري أو وجع فلسطيني أو وجع يمني، وجع مصري، وجع عراقي. لم أجرب ولم أحاول، حتى إنني كتبت عن العراق أكثر من سوريا، وكتبت عن فلسطين أكثر. لا أستطيع. أنا الموزع بين الرافدين دما. هذه في قصيدة كشاعر كتبه. ما الذي يقودك إلى أن تجعل قلمك موزعا ما بين هذه الدول؟ قد يقول لك قائل: لماذا لا تتفرغ فقط إلى قضية بلدك الأم وهي ممزقة مهددة؟ هذا أعتبره نوع من الاستهانة بالتضحيات. مثلا عندما ترى عربيا
لا يهتم بالشأن السوري. نعم. يجرحك في داخلك. أحسن. وكذلك لا أستطيع أن لا أهتم لأخي الفلسطيني وأخي العراقي، والأحرار دائما بينهم رحم قوية جدا جدا، أقوى من رحم القربة، هي رحم الحرية. أحسنت. ومقاومة الاستبداد، ولا تستطيع أن تنهض إلا مع الأحرار في العالم كله، ولن تنجز رسالتك ما لم يكتب جميعهم بأقلامهم هذه الرسالة. إلى رسالة جديدة. ما فوق سدة هذا الحرف نعتكف. هذه قصيدة خلف. نعم. خلف في موروثنا الشعبي هو الجندي البسيط والشريف الذي بقي واقفا لوحده في الميدان بعد أن فر الجميع. وهذه القصيدة هي إلى الشعراء على أن يستمروا على نهجهم السديد ولو تساقط من حولهم الناس، وإن ظلوا وحدهم في الميدان. تماما. ثم هي رسالة إلى أبعد من ذلك، إلى الإنسان الحر أينما كان. تفضل. ما فوق سدة هذا الحرف نعتكف، نحن الذين نظمنا الشعر لا نقف، يكاد يورق حب الهال في دمنا هالا، ونحن بطعم الهال نختلف. الله. يكاد يورق حب الهال في دمنا هالا، ونحن بطعم الهال نختلف. ملائكيون والشيطان في دمنا يسعى، وتفاح هذا الشعر يقتطف. نحن الذين نضم الأرض إن بردت يوما، ونحن بغير البرد نرتجف. ونحن آخر صوت للحفاة إذا مر الطغاة على أكبادهم ونفوا. من ذا الذي كان أغوانا وقال لنا الخلد في سكر التفاح فاقتطفوا. الله. من؟ من ذا الذي كان أغوانا وقال لنا الخلد في سكر التفاح فاقتطفوا. قطعت أوردة الأشعار، سال دم من كل حرف، وظل الياء والألف. يا أنت بابك موصود، ودربك مسدود، وحظك من عصيانك الشظف، وأنت آخر من يبقى ليمدحهم. يعمرون وعمر الشعب يختطف، وأنت بوق الكراسي التي انتصبت على الدماء، وصوت التاج والخزف. صرخت لا، إنني خصم لأكبرهم، لم يبق غيرك في الميدان يا خلف. صرخت لا، إنني خصم لأكبرهم، لم يبق غيرك في الميدان يا خلف. نعم، سنبلغ ما لم يبلغوه، ولا سجن لدينا، ولا صوت، ولا صلف، فكل ما عندنا أرض سنحملها على الرؤوس إذا لم تحمل الكتف. الله. قد قال لي والدي من قبل قارئة الفنجان، يقتلك الإيمان والشغف، ما كان ضرك لو لم تتقد وطنا، ولا نزفت كمن في حبه نزف، ما كان يمنع لو هادنت قاتلهم، ما كان يمنع، قلت العز والشرف، من حظه من معالي العيش أشرفها، لا كالذي حظه من عيشه العلف. ما قبل نكستنا ما بعدها، وإلى يوم القيامة نكسات ونقترف، محملون بخيبات القرون، وما زالت إلى اليوم عورات وتنكشف. وإن من ذبحوا صنعاء ما عرفوا، أني أموت على بغداد ما عرفوا. أنا الموزع بين الرافدين دما، وما درى بي إلا الماء والسعف، من كل جرح تسيل الشام يا أبتي، لست الحسين ولكن في دمي نجف. الله. من كل من جرح، كل جرح تسيل الشام يا أبتي، لست الحسين ولكن في دمي نجف، وكنت أول طالوت برزت لهم،
إذ كل من عبروا نهر المنى اغترفوا موتوا جميعا فإني مفرد علم لا يصرف العلم الممنوع فانصرفوا موتوا جميعا فإني مفرد علم لا يصرف العلم الممنوع فانصرفوا أناموا ملء حروفي عن شواردها ويسهر الشعر جرائي ويختلف ويسهر الشعر جرائي ويختلف ولا اختلاف على جمال هذه الرائعة التي تكتب بمداد من نور على صفحات التاريخ وهي مسجلة للأمانة نص فكري نص إنساني نص فيه انتماء للتراب العربي والإسلامي شرق وغرب أينما ذهبت فإنه يعكس ذات الجرح هل هكذا ينبغي على الشارع أن يكون؟ نعم ومن لم يستطع؟ لا يوجد هناك من لم يستطع أما من رخصة لمجموعة مثلا من باب تمايز القدرات ربما وجدت من يستطيع أن يعكس قطار التاريخ عابر سجل موقفا عليك أن تنتظر موقف. نعم عليك أن تنتظر هذا القطار في موقف إذا جاء القطار ولم تركب سنقول أنك انتظرته يوما ما ولكن أن لا تأتي إلى القطار مشكلة أحسنت ومشكلة أننا سنخرج إلى فاصل الآن كنت أتمنى لا يكون هناك فاصل في هذه الحلقة لكنه فاصل قصير بعده نواصل معك سيد أنسج أعزائنا نخرج الآن إلى فاصل قصير بعده نعود لاستكمال ما تبقى من قصائد عذبة وجميلة من المؤكد أنها لا تنتهي رفقة الشاعر السوري أو العروبي الإسلامي الجميل أنس الغيم ابقوا معنا يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي حياكم الله أعزائنا المشاهدين ومستمرون معكم في رحاب هذا العدد المتميز بكورة الحلة الجديدة لبرنامجكم بيت القصيد وقناتكم التي تتابعون قناة الرافدين معنا اليوم مرة أخرى الأستاذ الشاعر أنس الدغيم أنس حينما نتحدث عن الروح المحمدية وانتماء الشاعر إلى عقيدته إلى أمته إلى قرآنه إلى سنته ينبغي ألا يشعر بشيء من الحرج أو الخجل يجب علينا أن نواكب مثلا بعض المدارس الجديدة بالشعر هذه مواضيع كتب فيها الكثيرون ما الذي سنقوله أظن أن موضوعا يتحلق حول شخصية وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو موضوع زاخر وحيوي لا ينفد أبدا بالتأكيد أحفظ نصيحة تفضل وصية لأستاذ شاعر كبير من سوريا قال لي في بداية كتاباتي الشعرية نعم. يا أنس اكتب عن رسول الله فإنه باب عريض تدخل منه إلى أي المواضيع شئت وحقيقة هو كذلك صحيح تدخل منه إلى الإيمان إلى الرسالة إلى القضية إلى الإنسانية إلى الإنسانية إلى الأرض حتى صلت الرحم إلى الغربة حتى المعاملة الغربة الهجرة المنفى صحيح. كل ذلك والانتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو انتماء عالي نعم يصلك بالسماوات العليا فخر وشرف نعم ولذلك أقرأ قصيدة سكر من الحجاز نعم وهي بعد قصيدة الغار التي كتبتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن سنسمع الاثنتين الاثنتين؟ نعم لك أن تبدأ بسكرك الآن ومن ثم تأخذنا إلى الغار قالوا حرام
أن أحبك أكثر. هذا لأن قليل حبك أسكر. الله، جميل. قالوا حرام أن أحبك أكثر، هذا لأن قليل حبك أسكر. خبأت قلبي من سهامك، قال لي عند احتضاري يحمد الحب السرى. يا ساحر العينين، إني لم أكن أسدا ولكن كنت أنت الجؤذرة. مذ قيل لي بانت سعاد وكنت قد أدمنتها، قلت السلام على الكرى، ما في بني النجار مثلي يا عاشق فرش الفؤاد لحر نعلك بيدرا. ما في بني النجار، ما في بني النجار مثلي يا عاشق فرش الفؤاد لحر نعلك بيدرا. طرقته صائدة القلوب وقد نأى، من قال كل الصيد في جوف الفرى. في الجانب القبلي من اثنينها صوت من الغيب استدار وبشر في زحمة الآلام تولد سكرا كأذان إبراهيم في أم القرى. الله، يا كل ذي زرع ولم تك واديا، أنت الذي وضع النقاط على الذرى، وأنا الذي لم يدن بعد وما دنا من قاب قوسك مرة أو أكثر، وأنا الذي في الطل يغرق كيف من لا قطرة غامت يداه فأمطرا. الله، جرح النصوص فسال حبك حوله بحرا فأقسم قلبه أن يبحر. من رقصة الطور التي جربتها علمت معنى أن تحب ولا ترى. فاقرأ، فلست بقارئ، أنا طائر جبريل حرك ريشه فتبعثر لا ترتجف. فالصبر عند الرعشة الأولى، وهذا البرد أقدس ما اعترى. زمل بدايتك النبية وانطلق، فخديجة في الباب هيأت القرى. ما كل ذي قلب يظل له هنا قلب، هنا ما لا يباع ويشترى. والعالم الأرضي لن يجد الندى في غير قلب قال لا ود الثرى. الله، ستعود بالطفل المبارك مرضع، ويعود ضرع الشاة ثرا أخضرا، ويشق صدرك مبضع في حده نوران، لن يجدا مكانا أطهرا. اليتم عند الكل ضعف واضح، واليتم عندك كان كي تتجوهرا. الله، اليتم عند الكل ضعف واضح، واليتم عندك، واليتم عندك كان كي تتجوهرا. الله، سيرون في الكتف الشريفة خاتما، وتذيع سرك غيمة لن تمطر. ستصاحب الطهر النبي مبارك، من سار في ركب النبي ومن جرى. سيمر بياع العطور ببابنا ويقول أوحي للندى أن يجهر. سيقول عمار لزوجة ياسر قدر المحب إذا اكتوى أن يصبر، قدر المحب إذا اكتوى أن يصبر. من نينوى ستزور جرحك حبة من سكر، عنب ويطعم سكرا. الله، فتعال، كل قلوبنا لك خزرج، وعيوننا أوس تغازل كوثرا. خير الورى من أطعم الدنيا ولم يطعم، وشد على الحجارة مئزرا. قلبي هو الجذع الذي غادرته وذبحته لما صعدت المنبر. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أريد أن نتحدث قليلا في الرؤية المحمدية، وكيف ينبغي لجيل هذا اليوم أن يتخذ من شخص النبي صلى الله عليه وسلم قدوة تعينه فعلا على الدخول إلى باب الحرية. النبي صلى الله عليه وسلم طالب المسلمين بأن يجأروا ويكونوا جريئين في الحق وألا يجبنوا. ما الذي ينقصنا حتى نتعلمه من هذه السيرة؟ ألا ترى أن أبناء هذا الجيل بينهم وبين سيرة النبي
غربة حقيقية ربما أشد من الغربة التي يعيشون فيها. بالتأكيد، مع أنها هي ملاذ لهم. يعني في دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قوة للنفس الطهور وغنى للروح المسلمة ووثبة فوق جدار الجاهلية. نعم، قوة تضاف إلى قوة الفرد، وكما يقول مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، إذا آمنت لم تعد بمقدار نفسك ولكن بمقدار القوة التي أنت بها مؤمن. يعني أنا أنس عندما أؤمن بفكرة لا أعود أنس المجرد، أعود أنس المضاف إلى فكرة. فتصور أن يضاف إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. بتاريخه، بسيرته، بجماله، بحريته التي طلبها لنا، بإنسانيته التي لخصها وجوهرها. لذلك فالجيل في غربة عنه، وعلينا نحن أن نحبب هذا الجيل بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما أقول لهم علينا أن نحبب هذا الجيل من خلال الأدب. فقد قد يكون الجيل أو الأجيال هذه لا تقرأ الكثير، تمل من السرد التاريخي. علينا أن نحببهم بسيرة رسول صلى الله عليه وسلم، على أن نقدمها في قالب أدبي مثلا، في الشعر، كثرة الشعر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا، يعني أنت عندما تبدأ بالكتابة عن رسول الله لا تقف عند رسول الله، بل يأخذك إلى مواضيع تحتاجها الإنسانية، يحتاجها العالم، وتحتاجها الحياة. نعم، سنتحدث الآن بموضوع مختلف ولكن من خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. طالما أن الجزء الثاني في هذه الحلقة يعني نريد أن نركز فيه على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وما يمكن لأبناء هذه الأمة أن يقتدوا به من شخصيته وسيرته، هل أنت مع الفكرة التي ترى بأن هناك ربما مخططات فعلا تريد أن تنزع عن أبناء هذه الأمة تاريخها وسؤددها وسنتها، التشكيك مثلا بصحيح البخاري، بعض الكتب التراثية الإسلامية الثابتة، هل هناك فعلا مخطط وكيف يمكن أن نواجهه إذا كان موجودا؟ المخطط واضح، يعني للداني والقاصي أو للقاصي والداني كما يقال، وللقريب وللبعيد. يعني نكون سطحيين جدا إذا كان ظننا أن الحرب على البخاري أو أبو مسلم، الإمام مسلم في صحيحه وهو من نيسابور والبخاري من بخارة، الأمر أبعد من ذلك. يعني الهجوم عليهم هو هجوم على السنة النبوية التي تحمل إرثا، هم لا يريدون لهذا الإرث أن ينتقل عبر هذه الأجيال. لذلك فنحن محاربون على هذا المحور. نعم، ولكن يعني أنا دائما أقول علينا ألا نبقى مكبلين بنظرية المؤامرة، لا، ولكن أن نعمل. يعني أن حينما نترجم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، هكذا تعمل سيرته فينا. أما أن تبقى حبيسة صحيحي البخاري ومسلم والصحاح، فنحن أول من يحارب السيرة. وهنا أذكر قولا لمحمد الغزالي رحمه الله، يقول: إن فهمنا الخاطئ للأحاديث الصحيحة تسيء إلى السيرة النبوية أكثر من الأحاديث الموضوعة. يا الله، تصور على هذا القول. إذن أحيانا نحن من نحارب السيرة من حيث لا ندري، عندما لا نترجمها إلى الأرض أو على الأرض، عندما لا نكون عاملين بها، كما يقال عن أحدهم: قرآن يمشي على الأرض، عندما يحرفها ويزورها تماما، ما ليس أهلا لها تماما. نعم. إذن المشتركون في حربهم على السنة والسيرة النبوية قد يكونوا أبناء، قد يكونون منا. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب دعني أذهب إلى سؤال فيه من الخصوصية ما فيه. أنت كأنس دغيم تحب أن تنادى شاعرا سوريا أم عروبيا بصراحة؟ والله هذا يشرفني أن أكون عروبيا. جميل جدا. نعم. الآن العرب في هذا الزمان، العرب الذين يعني ينزفون جراحهم أو ينزفون جراحهم الراعفة وتتواصل يعني ظروفهم الصعبة في أكثر من بلد، باعتقادك ما الذي ينقص شبابها حتى ينتقل إلى مرحلة التمكين الحقيقي
ما الذي يحتاجه هذا الشباب السعي إلى الحرية قبل أن يصل إلى هذه الحرية وتظن أنهم أغفلوه قليلا؟ قالها محمد إقبال رحمه الله: كل من أهمل ذاتيته فهو أولى الناس طرا بالفناء. ألا نهمل ذاتيتنا، أن ننطلق من ذواتنا وأن نعتقد أننا أهل لهذا العمل. ألا نتخلى عن جلدنا، موروثنا، عاداتنا؟ أولا، وأن ننطلق من ذواتنا، يعني أن يكون عندنا الثقة على أننا قادرون على التغيير. نعم. ولا ننتظر اليد التي تمد لنا من هنا ومن هناك، وفي أكثرها هي أيد مسمومة. لا ننتظر معجزة. نعم. لا ننتظر أن يأتي المخلص من زمان آخر. تماما تماما. إذن الانطلاق من الذاتية والثقة والإيمان، ثم الحرية التي أشرنا إليها منذ قليل. تفكر في سوريا كثيرا؟ كثيرا. في معرة النعمان؟ وفي كل البلاد. تأتي على بالك أحيانا؟ كل الأحيان. لا تغادرني. لا تغادرك. يتواصل معك بعض أهلها هناك؟ أو أهلي فيها. أهلك هناك. قد يقول لك قال: لا تخشى على أهلك حينما تقرأ مثل هذه القصائد؟ هم لا يخافون، هم يريدون مني أن أقرأ. جميل. نعم. هذه الروح هل يستطيع أن يتحلى بها أي إنسان في سوريا بصراحة؟ هنالك مخلصون لقضيتهم، لثورتهم. يعني أستاذ مصطفى، لا أبالغ إذا قلت لك بدأت الثورة السورية في 15 من الشهر الثالث 2011. نحن الآن في 2019. نعم. لم يمر يوم علي دون أن أفكر بالثورة. الله عليك. وأن تكون جزءا من حديثي حقيقة. خذنا إلى الغار الآن. يعني هذه البلاد تحتاج منك. يعني يقولون لي: لماذا لا تكتب الغزل؟ يعني أشعر أن البلاد أخذتك من نفسك. منه. وكتبت البارحة قالت: تغزل. أنا لا أتقن الغزل، صفني. أرى وردة قد طرزت عسلا، شعري، عيوني، خدودي، كلها جمل منثورة العطر. قالت: ركبي الجمل. ركبتها، فجرى فوق السطور شذا لما رأيت بلادي تشبه القبلة. الله الله الله، جميل. حتى ترد الأنثى إلى البلد. نعم. لا يمكن أن تأخذ البلاد إلى أنثى، وإنما تأخذ الأنثى إلى بلد. جميلة هذه الرؤية التي فيها انتماء إلى الطين، إلى الدين، إلى الأرض. نعم. وتحمل هم إنسان ومشروع قضية. إلى الغار الآن حتى تكون مسك الختام. الغار. شتان بين المالكين نصابا، ملك القلوب ويملكون رقابا. وملكت من هذا الغرام قليله، فاستفتحا بقليله الأبواب، قلبي وعقلي والقوافي منذ أن زملتها تتصيد الكتاب. ما كان كل الصيد في جوف الفرع، حتى تمعن واتري فأصاب هذا الفؤاد، أنا الذي خبأته عن مقلتيك فصادف الأهداب. علقت بين البردتين مدائحي، وسواي يعلق غادة وكعابة. لا ناعس الطرف الذي بايعته في النوم كنت، ولم أك السيابة. إني وما علمت منطق طائر، أشدو بذكرك جيئة وذهابا. لله طبع الورد يخفي عطره ويقيم من ألوانه حجابا. حاولته فتحدرت من لا يد قطراته، فضممته فانسابا. الله. لامسته أو كدت، لولا أن رأى برهانه قلبي فعاد وتاب. وصفى إناء الحب رق زجاجه، حتى رأيت وما رأيت شرابا. لكن ماء سال أو كالماء من وعلى حواشيه فشف وطاب. أرجعت فيه الطرف واسترجعته في كرتين، فغاب فيه وآبا. صنعت على عين الرحيق كؤوسه، فكأنما شرحت به الأسباب ما بين منبره وموضع قبره. خط الجمال لقارئيه كتابا،
قرأت على يده الشعوب ولم يزل في كل سطر يشرح الآداب. الله. في غاره الجبلي لم يك خاليا، كان المدى يتعلم الإعراب من قم فأنذر، لم يدثر عينه نوم ودثر عاريا ومصابا، حاف وما من حبة في مكة لم يحتمل عنها دما وعذابا، عار عن الدنيا وأول كل بسم الله يفتح في المعارج بابا، الأسودان على خريطة فقره يتوزعان مآذنا وقبابا، نعم الإدام الخل حين محاصر في الشعب يفتح للجياع شعابا، ما كان عداس ليؤمن قلبه لو لم يجده السكر العنابا، سبحان من أسرى به ليلا ومن أدناه من قوس الجلالة قابا، وارتد من أعلى ليخصف نعله ويطاعم الفقراء والأصحاب، خلقا كأن الودق من أعطافه وخلاله يهدي الوجود سحابا، خلقا هو القرآن هذب حسنه عربا وزكى يمنه أعرابا، والحب يبدأ بالقلوب فكلما بانت سعاد وجدت قلبك ذابا، كان الطريق مطوقا بحمامة لم تبن عشا بل بنت محرابا، لا حزن فيه معية المولى هنا بدم الرضا تتحسس الأعصاب، يا من ثنيات الوداع ويومها يا راكبا لا يشبه الركاب، من صاغ من تمر سواعا لا كمن بالحب والإيمان صاغ شبابا، فكأن كل مهاجر في أوسه سعد ويثرب أصبحت خبابا، تتفاوت الأقدار بالتقوى ولا يتفاوتون نهى ولا أنسابا، والنفس لا ترقى إذا لم تقترف بقباء من أثر السجود ترابا، يا أيها الريم الذي لم يستتر عن طالب لا يشبه الطلاب، ما حل أزرار البنفسج زائر إلا وشق على الأريج ثيابا، يا سيدا ومحمدا يا رحمة للعالمين ونعمة وثوابا، ما كان صدر مثل صدرك عامرا بالحب هم من صدروا الإرهاب، كوثرت آي الله في أرواحنا وتخندقوا من حولنا أحزابا، أحييت بالقرآن إنسانية وتقاسموا دنيا الورى أقطابا، لو أنهم عرفوك لاعتاضوا عن الدم ياسمينا والحراب حبابا، ولأسسوا للخير أعظم دولة ولصالح السيف الصقيل قرابا. الله عليك. جملت شعري حين لم أختر له من غير كأسك سكرا ورضابا، يا ليتني أحد أوني فوقه حجر يحب وحبة تتصابا، بلغت في هذا الدنو ولم ولا كعبا بلغت ولا بلغت كلابا، ما كان ربي أن يعذب شيبة شابت به ودمي بحبك شابا. حياك الله يا أبو معاوية أنس الدغيم، شرفتنا اليوم، كنا سعداء بك. هذا شرف لي، نتمنى مثل هذا اللقاء أن يتكرر. شاعر كبير، حياك الله يا أستاذ. أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم بيت القصيدة. الأسبوع القادم يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر. إلى اللقاء.